اخبارك ايه يا عيسى؟ كويس الحمد لله. طبعا مش محتاجه اسالك عن اخبارك، اخبارك ماليه الدنيا ما شاء الله. يعني بس مش مبسوطه بصراحه. ليه؟ انت بقيتي نجمه، مش هو ده اللي كان نفسك فيه ولا ايه؟ اكيد بس مش ده قصدي. امال ايه قصدك؟ لازم بكتب عليك، انا فعلا كان عليا حاجات غريبه جدا. بص، بحب الراجل الطويل كده اللي جسمه وافي، فمرة غريبة حيط طويل بس وركه كان رفيع. ايه ده؟ ورجلي مش دي اختك ياسمين برضو ولا ايه؟ اهي يا ده وركه كمان بقت تعمل فيديوهات ولا ايه؟ ومش اي فيديوهات دي، تقدر تقول عليها كده دعارة الكترونية. ايه اللي وداها في السكة دي؟ اسأل اختك. اختي انا؟ بص يا عيسى، انا مش قصدي اضايقك، بس الهانم اختك بتعمل فيديوهات عشان تخلي البنات تعمل اللي انت شفته ده، وبتقول انه شغل وبياخدوا عليه فلوس. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللي سمعته. لو مش مصدقني شوف بنفسك، ادخل عندها وشوف كل الفيديوهات اللي هي عاملاها. انا بس جاي عشان اقول لك لم اختك ليلى يا عيسى، عشان في بنات كتير بتتاثر بكلامها وممكن مستقبلهم يضيع بسببها. ويا ريت قبل ما نحكم على الناس ونقول لهم كلام زي الزفت عن سمعتهم وشرفهم، نشوف الناس اللي تخصنا الاول. هاي عيسى. اهلا اهلا. وجاي على نفسك يعني، مروحه بدري سايبه اشغالك وشركاتك. شركاتي؟ مش عارفه ليه كده حاسه بسن التريقه. تريقه؟ لا سمح الله، وانا اقدر برضه اتريق على حضرتك؟ ده حضرتك حتى بقيتي مشهوره وقد الدنيا، وسمعتك الوسخه بقت ماليه البلد كلها. ايه ده ايه ده في ايه يا عيسى؟ انت ازاي تقول كده اصلا؟ انا ازاي اتكلم معاكي كده؟ يا هانم يعني يا قواده، هو انت مش حاسه بنفسك بتعملي ايه ولا اتجننتي خلاص؟ انا ما اسمحلكش تتكلم معايا كده. ايوه انت مالكش حكم عليا، كنت حكمت على غيري. ليه يا جماعه ليه كده؟ ايه اللي حصل لده كله؟ ده شيطان مدخل بينكم، استهدوا بالله. انت خلاص عيارك فلت، فهمتي الحريه غلط يا حماره. للاسف اختي اللي انا تعبت فيها وربيتها ماتت. الانسانه اللي قدامي دي انا ما اعرفهاش. حلو قوي. وانا كمان بقى ما اعرفكش، ده لو انت ما تعرفنيش. ومن النهارده انا سايبه لك البيت ده ومش هقعد لك فيه دقيقه واحده. اوعي ما اقول لك.